غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. حيث يجري جلالته مباحثات مع فخامته تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتينة وسبل تعزيز وتطوير أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة إضافة إلى مجمل الأحداث الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك مفدى في قاعدة الصخير الجوية صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكبار المودعين رافقت صاحب الجلاله السلامه في الحل والترحال